يا جماعة لا أخفيكم، البارحة ذهبت سفر عمل قصير داخل الأردن، فعندما ذهبت إلى محافظة من محافظات الأردن للتجارة عمل، تفاجأت أن ما حصل بنا في عمان موجود في تلك المحافظة، محل كبير جدا وفي موظفين وحاملين إيش؟ خلويات. يعني لا دين ولا دنيا. دخلت يا جماعة على محل في إحدى الأماكن، دخلت وطلعت والموظف شو ماله؟ مش قادر يفلت، مش قادر يفلت إلا التلفون. أيوة شيخ، فلتني طالع، مش قادر يفلته. مش يعني تقول دخل الموظف قال له هتفضل أهل وسهلا، زمان فلته مش قادر يتفرج فيك. طب هذا لا دين ولا دنيا. سكر، طلعت انا بحكي عن حاجه، طلعت ولا كلمه حكيت. فاصبح هذا الهاتف، مع انه الاصل فيه انه نافع، لكن في التطبيق العملي اصبح ايش؟ الناس ياخذون دينهم ودنياهم عن طريق ايش؟ الهاتف. فهذا الامر من اعظم الفتن.